مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من جمال الصحة. هذا الموضوع أو هذه المواضيع اللي بنختارها هي مهمة جدا ولصحتكم وصحة جميع أفراد العائلة، وإن شاء الله رب العالمين تكونوا دائما بصحة وخير وبركة، ويبعد عنكم جميع الأمراض والدكاترة، وتكونوا مبسوطين. هذا أهم شيء عندنا، وإحنا عندنا هدف أو مقولة نسمعها دائما، اللي هي الوقاية خير من قنطار علاج. وصدقونا صدقونا جميع الأطباء بحبوا هاي المقولة، مع إنها حتمنعهم أو حتخفف شغلهم، ومع ذلك فهو بنرجع بنحكيها إنه الوقاية خير من قنطار علاج. دائما بنجيب لكم افضل الاطباء، افضل الاخصائيين، يحكوا عن اشياء مهمه جدا بتهمكم في حياتكم اليوميه. اليوم حنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو الصداع. الصداع موضوع كتير معقد، بده حلقات، ولكن حنتكلم اليوم عن نوع من انواع الصداع، ومعنا ضيفه انا بتشرف انها تكون معنا على كنار تي في، الدكتورة نسرين صوان. أهلا وسهلا فيك دكتورة. نين دكتور؟ الدكتورة نسرين مقيمة في شيكاغو أمريكا، هي أخصائية نيرولوجيست وهيد أند بين مانجمنت، وطبعا عندها ما شاء الله السي في بدك ساعات تقرأه، ولكن أنا بدي أطلب منها طلبا لأني أنا مش عارف أختصره، فلو بس تعرفينا سريعا في حالك دكتورة، بما انك ان شاء الله حتكوني ضيفة على كنار او جزء من عائلة كنار. بدناش نحكي ضيفة لانه اللي بدخل كنار بيصير جزء من العائلة، فان شاء الله نشوفك مرات اخرى واخرى واخرى، فالجمهور حابب يتعرف عليك. تفضلي دكتورة. أنا American Board Certified in Neurology, Headache and Pain Management, Sleep Medicine and Neuromuscular Medicine. بالإضافة إنه أنا عندي تخصص تاني اللي هو تخصص في طب التجميل والليزر والسمنة. واو 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 واو، يعني ما شاء الله عليك يا دكتورة، العلم بين والدراسة كتير، يعني الله يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله ربنا ينفع فيكي. العالم والجمهور إن شاء الله يستفيد منك. بدنا قبل ما ندخل في الموضوع، بدنا منك وعد دكتورة تطلعي معنا على موضوع التجميل والسمنة والأمور هاي، لأنه في كتير ناس مهتمين في مواضيع الأمور هاي يعني، فإن شاء الله نحدد لها مستقبلا موعد إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. أول شيء دكتورة، طبعا بدنا نحكي عن موضوع الصداع، لكن كثير ناس يعني شو تعريف الصداع في الطب؟ يعني الناس بتحكي عن الصداع وأنا عندي صداع، بس شو هو فعلا تعريف الصداع طبيا؟ الصداع يا دكتور طبعا هو ألم في الرأس، يعني ممكن يصيب الرأس كله أو أجزاء منه. هو ممكن إنه يكون يا عرض يا إما مرض. يعني اوكي. إذا كان مرض بنفسه وإنه ما يعني ما له سبب تاني، بنعتبره إنه هو مرض بحد ذاته، هذا بنسميه الصداع الأولي. وإذا كان ومن أنواع الصداع الأولي هو الصداع التوتري والصداع الشقيقة والصداع العنقودي. هلأ ممكن إنه الصداع يكون عرض لمرض آخر، وفي هذه الحالة إحنا بنسميه الصداع الثانوي، وطبعا في أنواع كتيرة من الصداع الثانوي. يعني مختصرا انه ممكن يكون الصداع اللي عندنا سببه مرض تاني هو اللي بسبب لنا الصداع، أكيد ممكن يكون هذا هو مرض بحد ذاته. بالضبط بالضبط. طيب الصداع الثانوي يمكن عشان نعالجه وعشان نفهمه لازم نفهم شو سبب هذا. مثلا واحد عنده وجعان سنه وعنده صداع، حلينا السن راح الصداع، هذا هو الثاني. أو مثلا تفضلي. الفك الصدغي
ممكن إذا كان في اضطرابات ممكن يؤدي إلى صداع برضه. فعاد إحنا خلينا نقول شو هي أسباب الصداع السنوي. طبعا أسباب الصداع السنوي ممكن تكون أسباب في الدماغ نفسه، ممكن تكون أسباب في الرأس والرقبة، ممكن تكون أسباب بالجسم، ممكن تكون أسباب إلها علاقة بالأدوية. فعاد إحنا خلينا نبدأ هلأ نحكي على الصداع الثانوي ونعرف شو الأسباب اللي ممكن إنها تكون بالدماغ. تفضل. طب أوكي، ممكن إنه يكون مثلا في نزيف في الدماغ، هذا إحنا بنسميه إنه هو هذا الصداع الناتج عن نزيف الدماغ، هذا واحد من أنواع الصداع. يسبب ضغط في الدماغ وبؤدي لصداع. طبعا، ويعني طبعا ممكن انه يكون مثلا انه مريض عنده ضغط كتير كبير وصار انه حاجة اسمها سيريبرال هيموريج إلها علاقة بالضغط، هذا ممكن يسبب صداع. ممكن في صداع كتير خطير اللي هو السب أراكنويد هيموريج اللي هو الصداع الناتج من النزيف في الشبكة العنكبوتية. صحيح. يعني هو الحقيقة إنه أنا كل دراسة الطب تبعتي بالإنجليزي، فعادي بياخدني وقت الحقيقة إني أنا أترجم. في كمان الصداع الناتج من الكتل الدماغية اللي هي brain tumors. في الصداع الناتج من التهاب السحايا، أو نعم. طبعا اللي هو المينينجايتس. ومن طبعا من الأشياء اللي ممكن إنها تحصل في الصداع هذا تيبس الرقبة وارتفاع الحرارة، وبيكون في صداع شديد جدا جدا. فعاد هذا برضو سببه بيكون يعني موجود في الدماغ. الإشي الثاني الصداع الناتج من الجلطات الدماغية. في كمان الصداع الناتج من ارتفاع أو انخفاض الضغط في السائل اللي حوالين الدماغ، وبدي أشرح هذه شوي. تفضل. هلا في بعض الناس مثلا بالذات اللي بيكون أوزانهم ثقيلة أو مثلا على أدوية معينة بصير في ارتفاع في الضغط للسائل اللي حوالين الدماغ، هذا إحنا بنسميه سودو تيومر سيريبراي. من مميزات الصداع هذا إنه هو بيكون في زيادة في السائل في ضغط السائل، كأنه يعني إحنا بنسميه سودو تيومر لأنه هو كأنه بيكون في تيومر بالدماغ، بس الحقيقة ما بيكون في تيومر، هو بس بيكون السائل زايد ضغطه. يعني مثلا السائل ممكن يوصل ضغطه ل 30 25 أو 35، هو المفروض إنه يعني ما يزيد مثلا عن 20. فعاد لما هذا بزيد السائل طبعا اللي بصير انه بصير في صداع شديد، وبيأثر كمان على قاع العين وممكن انه يعمل اضطرابات في النظر. هذا هو الصداع اللي ناتج عن زيادة الضغط في السائل هذا. هلأ في صداع تاني بيكون ناتج عن انخفاض الضغط في السائل اللي حوالين الدماغ، وبدي يعني اكيد انه كل ست ولدته عملت ابيديورال انجكشن عشان الانستيزيا ممكن انه تتذكر انه احتمال انه بالغلط انه بدل ما يكونوا عملوا ابيديورال يكونوا يعني عملوا لومبر بانكتشر بالغلط، وهذا الشيء ممكن انه يسبب صداع. او انه الناس اللي بيعملوا لومبر بانكتشر علشان يشوفوا اسباب صداع اخرى، يعني مثلا هلا اذا حد راح على الاي ار وعنده صداع شديد جدا، اول شيء احنا بنعمل سي تي عشان نتاكد ما في نزيف، بعديها بنعمل لومبر بانكتشر عشان نتاكد اكثر انه ما في نزيف، ونتاكد انه شو طبيعه السائل اللي موجود حوالين الحبل الشوكي والدماغ. هلأ لما بنعمل لمبر بانكتشر أوقات بصير إنه السائل هذا اللي موجود حوالين الدماغ ممكن إنه هو يصير في تسريب، ولما بصير الشيء هذا بنزل الضغط تبع السائل هذا بسبب صداع شديد جدا كمان. فعاد يعني هذا مثلا نوع من الصداع اللي ممكن يكون صداع ثانوي. هلأ في صداع تاني بيكون سببه إنه
المستوى تبع الدماغ، أو طبعا إحنا بنعرف إنه الدماغ متكون من المخ والمخيخ، وبعدين في طبعا الحبل الشوكي. هلأ في سيندروم اسمها أرنولد كياري سيندروم، بصير في المستوى تبع المخيخ، أو إنه هو جزء من الدماغ بينزل عن مستوى الطبيعي، هذا طبعا كمان بسبب صداع. هذه هي مثلا بعض الأشياء اللي هي بتسبب صداع وبكون في إلها علاقة بالدماغ. هلأ في أسباب تانية إلها علاقة طبعا برأس ورقبة، زي شو مثلا؟ حكينا عنه التهاب اضطرابات المفصل الصدغي الفك اللي هو هون، في طبعا ممكن آلام الأسنان، ممكن إذا كان في اضطرابات في العين إنه مثلا في قصر أو طول نظر، وإنه المريض عنده مشاكل في العين، أو مثلا اضطرابات في الأذن أو التهاب الجيوب الأنفية، هذه الأشياء كلها دكتورة، حتى معلش مقاطعة إليك، النظارة إذا ما كانت ملائمة صح 100% ممكن تسبب صداع. طبعا طبعا ممكن تسبب صداع. وبعدين طبعا في عنا التهاب الجيوب الأنفية، في عنا التهاب مفاصل الفقرات العنقية، وهذا بنسميه سيرفيكوجينيك هيديك، انه اذا كان فيها يعني في مشاكل بالرقبة ممكن انها تسبب صداع. ممكن كمان يا دكتور صدمات الرأس والرقبة، يعني هلا الناس اللي بيعملوا حوادث بالسيارات وبصير في عندهم ويبلاش انجري بيجيهم برضو صداع. في كمان صداع كتير مهم أنا حابة إني أحكي عنه، وهو يعني أهميته إنه هو خطير بالذات في الناس اللي أعمارهم كبيرة. ما بدي أقول لك أعمارهم كبيرة بعد الستين أو بعد الخمسين، بدي أقول إنه يعني ممكن إنه يكون في الناس اللي هم ماتيور، إحنا هذا بنسمي يعني هذا الإكسبريشن اللي بنسميه، ممتاز، عشان ما حدش يزعل. عشان ما حدش يزعل مني بالضبط. كلكم شباب يا جماعة. بعد هلا في شريان اسمه الشريان الصدغي، بصير في التهاب، فعاد هذا بنسمي اسمه بالانجليزي temporal arthritis. المشكلة في الصداع هذا مش انه شريان وشريان ملتهب بس، المشكلة في الصداع هذا انه هو يؤدي الى العمى إذا ما عالجناه بسرعة. بالضبط هذا بيكون موجود هون الشريان الملتهب، والصداع ممكن إنه هو يؤدي إلى العمى. مش الصداع هو الالتهاب بس، يعني بيكون في صداع، يعني سبب الصداع هذا ممكن إنه هو يؤدي إلى العمى. هلا في كمان مثلا في امراض الضغط ممكن انه تؤدي للصداع، امراض الغده الدرقيه ممكن انه لو نزل مستوى السكر في الدم زي ما بصير عندنا كلنا، لما بصير لما بنصوم اغلبنا بصير في عندنا صداع مع الصيام. بالاضافه طبعا في الناس اللي في عندهم سليب ابنيا وما بيقدروا يتنفسوا خلال النوم، لأنه بيكون في عندهم انسداد في مجرى التنفس، هذا الشيء كمان ممكن إنه يسبب صداع. هلأ في سبب كتير مهم أنا حابة إني أنا أحكي وبدي إنه الناس يركزوا عليه، الأدوية ممكن تسبب صداع، وأكتر يعني أدوية بتسبب صداع هي أدوية الصداع. هاي مشكلة يا دكتورة. بالضبط، يعني مثلا هلا الناس اللي عم ياخذوا تايلونول كتير وبياخذوا مثلا اكسيدرين مايجرين، وبياخذوا حتى اذا اخذوا مثلا الادويه تاعت صداع الشقيقه زي التريبتنز والاشياء هذه كلها، اذا اخذوها اكثر من مرتين بالاسبوع ممكن انه هي تسبب صداع. الناس اللي مثلا بيكونوا بودرسو وبيكونوا بيشربوا قهوة كتير، أو إنه حتى بياخدوا حبوب الكافيين، ممكن كمان إنه هذه تسبب صداع. فعاد الأشياء هذه كلها يعني ممكن إنها تسبب الصداع. فعاد يعني هي الفكرة اللي أنا بحاول أقولها، إنه الصداع ممكن يكون مرض بحد ذاته، وممكن إنه هو يكون عرض لمرض آخر. طبعا من الأشياء الأدوية كمان اللي بتسبب صداعات هي أدوية منع الحمل أو الهرمونات برضو بتسبب صداع.
فعاد احنا حكينا طبعا عن الصداع الاولي، وقلنا انه من اشهر انواع الصداع الاولي هي الصداع التوتري وصداع نعم الشقيقة، وكمان في عنا الصداع العنقودي. احنا طبعا ممكن انه نحكي على الصداعات هذه، بس انا بحب اليوم اني انا اركز على صداع الشقيقة. يس دكتورة، بس عشان ننهي الموضوع الثانوي يا جماعة، لازم تعرف سبب الصداع. يعني هذه الصداع يمكن هو عارض ل 150 مرض إذا مش أكثر، مظبوط، فلازم سمعت الرفاق. مظبوط دكتور، you have to هلأ know the reason. مظبوط هذا الشيء. هلأ في تخصص تخصص لحاله وفيلوشيب بس لأمراض الصداع، وعلى حسب تصنيف الصداع على حسب اللي هو الانترناشونال هيدك سوسايتي، في فعلا يعني أكثر من 100 نوع للصداع. هذا الكلام اللي حضرتك بتقوله مظبوط. دكتورة، في سؤالين. أنا بس أذكر الجمهور إنه اللي بيعمل ووتش بارتي يا جماعة ما بنشوف الأسئلة للأسف، بس في سؤالين يجوني هلأ على الجروب. في سؤال بيسأل عن الشقيقة، الدكتورة حتحكي عن الشقيقة، لكن في سؤال من ريم عناني بيحكي: هل من الممكن أن يكون الصداع الثانوي ناتج عن حالة نفسية أو ضغط نفسي؟ يعني هو هذا يعني طبعا ممكن انه يكون ناتج، بس يعني هو ممكن انه يعطينا الصداع التوتري، وممكن كمان انه يعمل صداع الشقيقة. هلا من التريجرز او محفزات الحاجات اللي يعني احنا بنسميها هيديك التريجرز لصداع الشقيقة هو التوتر النفسي والعصبي والاكتئاب. اوكي، يعني هو اول يعتبر. طبعا هو الصداع الشقيقة يعتبر أولي. أنا بقول إنه ما في مرض محسوس بالجسم، يعني ما في الأشياء اللي أنا حكيت عنها كلها في حاجات structure، بس بالنسبة طبعا للي بيكون عنده ستريس أو اللي بيكون عنده اكتئاب أو اللي بيكون في عنده ضغط نفسي بأي طريقة، هذا مش إنه في حاجة يعني structural. هذا اللي أنا بقصده. يعني أنا لما بديت أحكي على موضوع الصداع الثانوي بحكي على شيء مثلاً إنه نزيف، مثلاً تيومر، زيادة الضغط تبع السائل، نقص الضغط تبع السائل، التهاب الشريان، يعني شغلات بالطريقة هذه. أنا بقصد إنه بيكون في حاجة استراكشرال واضح واضح، هي اللي سببت. اوكي. طيب خلينا ننتقل إذا على الصداع الثاني، تفضلي يا دكتورة. لا احنا قلنا بدنا الشقيقة، مش ايش الأولي؟ سوري، احنا الشقيق. حكينا احنا الشقيق. حكينا على بعض اسباب. يعني هو على فكرة كل واحد من هذول، يعني مثلا الصداع اللي ناتج من اللي هو السب اراكنويد هيموريج او البرين انيوريزم، هذا ممكن انه نحكي عليه حلقات. يعني الصداع اللي ناتج عن السكتة الدماغية او البرين تيومرز، او يعني هذه الاشياء ممكن انه نحكي عليها بحلقات كاملة. بس السبب اللي أنا حاسة إنه صداع الشقيقة جدا مهم، إنه صداع الشقيقة جدا منتشر، وبنفس الوقت إنه هو يعتبر على حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية يعتبر صداع الشقيقة ثاني سبب من الأسباب اللي تؤدي إلى العجز، تؤدي إلى الديسابيليتي. يعني أنا بقول إنه is leading to يعني most years of disability على حسب منظمة الصحة العالمية، بس هو تاني سبب يعتبر منتشر أكثر من إذا بدنا نحط الديابيتس مرض السكر مع التشنجات والصرع مع اللي هي البرونكيال أزمة أو الربو، لو كلهم هدول مع بعض صداع الشقيقة أكثر منهم. فعاد يعني هو منتشر، بنقدر نقول إنه تقريبا 12% من الـ population فيهم عندهم مرض الشقيقة، 18% من السيدات و6% من الرجال. شو السبب إنه الستات عندهم صداع الشقيقة أكثر من الرجال؟
أنا صراحة ساكت، أنا لأنه بقول ده لك الشيء إيه. الحمى اللي بيجي. هلا عادة بقول لك معظم الرجال عندهم هاي النظرية إنه النسوان هم اللي بيجيبوا وجع الراس. مش عندي طبعا. الحقيقة هو هي إنه طلعت بالعكس. الحقيقة طلعت العكس، هو 18% من السيدات عندهم مرض الشقيقة. هو طبعا له علاقة بالهرمونات وله علاقة كمان إنه بأشياء تانية، يعني هلأ رح نذكر شو الأشياء اللي ممكن هي الهيديك تريجرز أو إنه المايجرين تريجرز شو هي. فعاد يعني أنا اللي بقوله إنه هو هلأ مثلا إحنا بأمريكا، أنا ما بعرف شو الإحصاءات بكندا، بس بأمريكا من 30 مليون ل 35 مليون عندهم صداع الشقيقة، وكثير من الناس على فكرة بيكون عندهم صداع الشقيقة وهم ما بيعرفوا. يعني انت بتحكي 10% من البوبوليشن تقريبا. لا أكثر، 12%، 12%، 12%، يعني تقريبا أنا بقول إنه من 30 مليون ل 35 مليون عندهم مرض الشقيقة. ويعني تصور انه عندهم مرض الشقيقة، ومرض الشقيقة يؤدي الى العجز، يؤدي الى الديسابيليتي. كثير في من الناس يا دكتور بيفقدوا ايام من الشغل، ما بيقدروا انه هم يشتغلوا مثلا، بيضطروا انهم ياخذوا اوف ديز بسبب مرض الشقيقة. عارف كيف؟ عاد يعني علشان هيك الموضوع هذا كتير مهم، ولازم إنه إحنا نعرف شو طريقة تشخيصه. يعني إحنا هلأ حكينا إنه شو المشكلة تبعته، إنه هو منتشر، هو يؤدي إلى العجز، وممكن إنه هو يتحول من إبيسوديك لكرونيك. الإبيسوديك هو اللي بيجي وبروح، الكرونيك هو اللي بيضل على طول. وإذا لم يتم علاجه، أو إنه لو عولج بطريقة غلط، ممكن إنه يصير كرونيك مايجرين، وإنه يصير جدا صعب علاجه. واو. طبعا في ناس بتسأل هل هو نفسه النصفي؟ يس، الصداع صداع النصفي. الشقيقة هو الصداع النصفي. يس، طبعا هو ناس بسموه نصفي او ميجرين بالانجليزي. يس تفضلي. مايجرين يس بالضبط. فعاد يعني هلأ إحنا لازم نعرف إنه إحنا كيف نشخص الصداع. يعني هذا يعني تشخيص الصداع تبع يعني صداع الشقيقة أو الصداع النصفي كتير مهم. طبعا أنا ما بقول إنه للناس يشخصوا حالهم، يعني هلا كتير مهم إنه كل المستمعين اللي بيشوفونا يعرفوا إنه إحنا هون مش عم بنقدم نصائح طبية، ومش عم بنحاول إنه إحنا نشخص الناس عن طريق الإنترنت. إحنا بنحاول إنه بس نعمل إرشاد علشان إنه الناس يعرفوا انه شو اللي المفروض انه هم يعملوه. اول شيء طبعا الواحد لما يصير عنده صداع لازم يشوف طبيب. بيبدا الواحد بالفاميلي براكتيشنر، ممكن يروح لنيورولوجيست، او انه من الاحسن كمان انه في تخصص الصداع موجود زي تخصص زي اي تخصصات ثانيه. يعني هلا تخصص الصداع هو زيه زي تخصص الكارديولوجي، زي تخصص البالمونري، زي التخصصات الثانية. يعني ممكن إنه الواحد إنه يروح، بس المهم إنه يروح عند دكتور. هلا من الأشياء اللي لازم إنه يعني إن المستمعين يعرفوها، إنه صداع الشقيقة هو صداع متكرر. يعني مثلا إذا حد إجاله صداع مرة واحدة أو مرتين أو مش ثلاثة، لا لازم إنه يكون في 5 مرات، يعني انه يكون في صداع. وهالصداع هذا في الكرايتيريا اللي انا رح احكي عنها. يعني اول شيء بدي اقول انه هو صداع متكرر لازم يجي 5 مرات. هلا في كرايتيريا معينه لازم انها هي تكون 5 مرات بال في وقت معين دكتورة، ولا خمس يعني لما احنا نشخصه لازم انه يكون 5 مرات. يعني ما ضروري انه يكون مثلا في 6 اشهر او سنه، يعني حتى لو اجاله مثلا مره في سنه، بعدها اجا في سنه تانية او وات ايفر. عارف كيف؟ المهم انه يكون الكرايتيريا هذه موجوده فيه. اوكي. الكرايتيريا اول شيء انه يونيلاترال. ايش يعني يونيلاترال؟ يعني النص، بنص الراس بالضبط. هذه اول وحده. على فكرة مش كل الأشياء هذه، هو في 6 أشياء هلأ رح أحكيها، بس ما ضروري إنه كلها تكون موجودة. ممكن إنه 3 منها يكونوا موجودين، وهذا الشيء بكفي إنه إحنا نعمل تشخيص للصداع النصفي. أول شيء قلنا يونيلاترال أو أحادي الجانب.
الشيء الثاني انه هو moderate to severe، يعني انه هو بيكون شديد. يعني ما معقول انه يكون مثلا صداع نسبته واحد واقول عليه هذا مرض شقيقة، هذا مش هيك. يعني at least من 5 من 10 ل 10 من 10، احنا دائما بنعمل البين على scale from 0 to 10، so يكون من 5 ل 10 ل 10 من 10، يعني يكون moderate to severe. وبعدين انه يكون throbbing او نابض، فعاد هذه هي بالضبط، يعني نابض يعني اول شيء قلنا unilateral او احادي الجانب، بعدين قلنا انه يكون متوسط او شديد بالنسبه للشده تبعته، بعدين انه هو يكون نابض، بعدين اهم شيء كمان هذه نقطه كتير مهمه، انه الشخص اللي عنده الصداع النصفي ما بقدر يعمل الأشياء اللي دائماً متعود إنه يعملها، يعني حتى المشي بصير صعب، طلوع الدرج بصير صعب. يعني مثلاً لما الواحد يكون عنده الصداع النصفي حتى لما يطلع الدرج بحس إنه كأنه كل راسه بالضبط، يعني بقلمه بطريقة ما بقدر إنه يعمل الأشياء، يعني النورمال فيزيكال أكتيفيتيز ما بقدر، المجهود الجسدي يعني المجهود العادي اللي مثلا كان الواحد انه هو يعمله ما كان في مشكلة، هلأ صار في مشكلة جامدة. فعاد هذه من الأشياء اللي هي بتوصف الألم. هلأ في شغلات تانية، انه هذا الصداع بيكون associated with، انه بيكون مصاحب مع نوجيا اللي هي الغثيان vomiting. ممكن انه كمان انه الناس انه هم يصير عندهم قيء. وبعدين حاجة كتير كتير مهمة اللي هي فوتوفوبيا and فونوفوبيا. شو هي؟ رهاب الضوء، رهاب الضوء ورهاب النويز او الدوشة او الضوضاء بالضبط. فعاد يعني هذا شيء من الاشياء اللي بتميز الصداع النصفي. هلأ كمان في شيء كتير مهم، إنه ما يكون في سبب تاني، يعني مثلاً ما يكون هالشخص عنده مثلاً برين تيومر وعنده شوي، يعني اللي عنده برين تيومر رح يكون عنده غثيان، ممكن يكون عنده صداع شديد جداً، ممكن هو بتحرك إنه يحس إنه راسه عم بيوجعه أكتر. فعاد كتير مهم إنه إحنا لما نشخص الصداع ضروري كتير إنه إحنا نعمل investigations أو نعمل مثلاً اللي هي بنسميها tests زي MRI مثلاً of the brain أو CT of the brain، عشان إنه إحنا نتأكد إنه ما في شيء تاني هو اللي مسبب شيء هذا. فعاد يعني هذه هي الطريقة تبعت التشخيص تبع الصداع، وطبعاً لازم إنه المريض أو اللي هو بشعر بالصداع إنه يروح يشوف الدكتور تبعه. هلأ الصداع اللي هو صداع الشقيقة أو المايجرين أو الصداع النصفي، في حاجة اسمها الصداع الكلاسيكي والصداع المنتشر أو الشقيقة المنتشرة والشقيقة الكلاسيكية. شو المنتشر؟ هو اللي ما معه أورا، والكلاسيك هو اللي معه أورا. وأنا هلأ حقول إيش معنات الأورا. الأورا هي حاجة بتيجي قبل الصداع، قبل الألم، وبيشوف الواحد مثلاً blind spots أو بيشوف مثلاً zigzag line أو مثلاً بحس بتنميل في الجزء من الرأس أو مثلاً في الـ upper extremity، في الـ يعني في الـ في الذراع أو مثلاً في الـ يعني في lower extremity، إنه بتكون في شيء بتقعد، يعني بتقعد هالأعراض هذه بحدود تقريباً 10 دقائق إلى ربع ساعة. إذا قعدت أكثر من هيك هذا شيء تاني ممكن إنه نحكي عليه في حلقات تانية. بس على فكرة كمان أنا قبل ما أكمل في موضوع الصداع ووصف صداع الشقيقة والتريجرز والأشياء هاي، كتير يا دكتور بشوف ناس بيجوني بيقولوا لي لا هذا الصداع اللي عندي أنا صداع طبيعي، I have a normal headache. أنا بدي أحكي للجميع، ويعني هذا شيء كتير مهم، ما في حاجة اسمها normal headache. Headache is not normal. ما المفروض إنه الواحد يكون راسه بيوجعه؟ هو تعود عليه هو، بس مش normal. حتى لو تعود عليه مش معناته إنه normal. حتى لو تعود عليه مش معناته إنه normal. فعاد إحنا هلأ حكينا إنه
شو الأشياء اللي بتميز الصداع الشقيقة، أو إنه كيف يتم تشخيص صداع الشقيقة أو الصداع النصفي؟ في سؤالين دكتورة سريعين من الجمهور. تفضل. السؤال الأول، في مشاهدة بتحكي إنه بنتها عمرها 11 سنة وشخصوا عندها الشقيقة، فهل الأطفال يصابون برضو في هذا المرض؟ طبعاً الأطفال يصابون بهذا المرض، وبعدين الحقيقة إنه هذه مشكلة يا دكتور. ليش؟ لأنه الأطفال ما بقدر يقولوا، يعني حقيقي إنه هذا الشيء كتير مهم، إنه لما الأهالي يشوفوا إنه مثلاً ابنهم أو بنتهم بيقولوا لهم إنه عندهم وجع راس، إنهم ياخذوا الموضوع هذا بجد، وإنه ياخذوا على طول الطفل عند الدكتور. يعني الحقيقة إحنا ممكن نعمل حلقة كاملة عن الصداعات في الأطفال، يعني هذا الشيء لحاله، لأنه كتير طبعاً في أسباب، بس منهم طبعاً ومن أشهر الأسباب صداع الشقيقة، يعني بيبدأ من الطفولة، ممكن يبدأ من 5 سنين. فعاد طبعاً ممكن يأثر على دراستهم وعلى نموهم وعلى طبعاً تفكيرهم، حتى طبعاً سيكولوجي، يعني ممكن يسبب لمشاكل أكبر لا سمح الله. أكيد أكيد، لأنه يعني طبعاً بيأثر على الدراسة زي ما بيأثر على الشغل عند الكبار، زي ما بيأثر على الشغل عند الكبار بيأثر كمان على يعني التحصيل الدراسي عند الأطفال وعند المراهقين كمان. دكتورة، في سؤال تاني بيسأل عن نوبات الصداع، هل بكون لها وقت معين أم تتراوح الأرقام؟ يعني في لها ساعات معينة، هو بيحكي إنه عنده 4 ساعات تقريبا بتصير النوبة. هو على فكرة يعني أنا نسيت أحكي لما إحنا حكينا على تشخيص الصداع، الصداع الألم بيستمر من 4 ساعات ل72 ساعة. يعني ممكن الشخص اللي عنده المريض أو المريضة اللي عندها صداع، ممكن الصداع النصفي ممكن إنه يقعد من 4 ساعات ل72 ساعة، هذا الألم بس. أوكي. أنا غير طبعاً في حاجة اسمها برودروم، اللي هي يعني شيء الواحد بحسه قبل الصداع، ممكن يكون مثلاً إنه بحس إنه هو نفسه يأكل، أو مثلاً يكون شوية غثيان عنده، هذا بنسميه البرودروم، هذا ممكن يقعد 2 يوم. وفي حاجة بوست يعني بعد الشقيقة، هذا برضو ممكن يقعد 1 أو 2 يوم. يعني أنا اللي عايز أقوله إنه هو صداع الشقيقة ممكن إنه يكون بسيط، وممكن إنه يقعد فترة طويلة. حتى بالنسبة للتكرار تبع صداع الشقيقة، يعني ممكن في بعض الناس يا دكتور بيجيهم الصداع مثلاً 2 مرات بالأسبوع، ممكن 1 مرة بالشهر، ممكن 2 مرات بالشهر، يعني الإشي طبعاً مختلف بالنسبة للأوقات، ممكن يجي الصبح، ممكن يجي المساء، ممكن يجي في أي وقت، مش زي الصداع التوتري. هلأ الصداع التوتري مختلف، لأن الصداع التوتري في أغلب الأحيان بيجي بآخر اليوم، لأنه بيكون الواحد عنده ضغط نفسي شديد، أو إنه تعبان من الشغل، أو يعني أو إنه في يعني إنه مثلاً رقبته وجعاه من كتر القعدة على الكمبيوتر، أو مثلاً من كتر الستريس، الصداع التوتري بيصير، وهذا بيجي أكتر في آخر اليوم. الصداع التوتري ما بيكون بيكون عامل زي الطوق حوالين الرأس، هذا الصداع التوتري. فعاد يعني اللي كانوا زمان يربطوا له زي الشاشة هيك. أنا متهيألي إنه زمان كانوا بربطوا لكل الناس اللي عندهم صداع، شو ما كان السبب. يعني أنا متهيألي دكتورة، أنا مرة شفت واحد بس يعني هيك للفكاهة كان يعالج الصداع، طبعا هو بالطب الشعبي، وهذا يحط، إحنا عندنا في الأردن إشي اسمه بريزة، اللي هي زي الكوين، يعني زي الدولار الكندي هيك. بأمريكا أنتوا ما عندكم دولار ورقي، بس يعني هيك كوين، يحط له واحد هون ويربطه، وبيحكي إنه هذا كان طبعاً بيضغط هو على العصب، بس هو بيضغط على منطقة معينة. وبعدين هو بتعرف، أقول لك على فكرة، أنا بدي أحكي لك شيء، هو هذه الطريقة البدائية، بس هلأ في من الطرق الحديثة في حاجة اسمها نيورو موديوليتورز. النيورو موديوليتورز هدول شو بيساووا؟ إنه هم بيعملوا نبضات كهربائية بحيث إنه تغطي على الألم تبع الصداع.
فعاد يعني هلا اتطوروا شوية، بدال القرش صاروا يعملوها بطريقة تانية. وفي على فكرة يعني عدة أجهزة يعني بتعمل الأشياء، يعني بتعمل النيورو السيموليشن. موديوليشن، النيورو موديوليشن، وبنستعملها على فكرة في الصداع النصفي. يعني هذه برضو من طرق علاج الصداع النصفي. الله يعطيك العافية دكتورة. طيب احنا حكينا على النوع في الهالة هاي او الاورا اللي بصير قبلها، في نوع تاني ولا هو واحد فقط؟ لا، في أنواع كثيرة الحقيقة. اوكي في صداع، في الشقيقة اللي هي بتكون معاها مرض الفالج، في الشقيقة اللي بتكون يعني بنسميها ريتينال مايجرين اللي بصير فيها عمى مؤقت، في شقيقة فيستيبولار مايجرين اللي بتيجي عند يعني شكلها بيكون انه المريض بيكون في عنده ديزينس، ممكن انه حتى ما يكون عنده صداع بس هو برضه مايجرين، هذا احنا بنسميه. لانه هو المايجرين على فكرة مش بس ألم بالراس، هو عبارة عن سندروم، وممكن انها تيجي بطرق مختلفة. ويعني احنا حكينا عن الفالجي، حكينا عن الفيستيبولار، يعني في هيمبليجيك مايجرين اللي هو الفالجي، في عنا فيستيبولار مايجرين اللي هو عبارة عن ديزينس بيكون اكتر شيء، في ابدومينال مايجرين اللي هو بيجي عن طريق انه بيجي على شكل غثيان ومراجعة، وفي ريتينال مايجرين او اوكيولار مايجرين اللي هو بيكون عمى جزئي لفترة معينة. فعاد في عدة، الحقيقة في عدة اشياء بس انا ما ذكرتها علشان انه الناس ما يعني ما يزهقوش. طب دكتورة بس سريعا، هل اللي هو مينوبوز او انقطاع الطمث عند المرأة بيزيد هذا الموضوع، والعكس صحيح عند الأطفال خاصة البنات بما أنهم هم الأكثر، لما تصير عندها تبدأ الدورة الشهرية هل هذا بخفف الموضوع؟ لا، هو بيزيد مع الدورة الشهرية طبعا، بيزيد. أوكي مع بدء الدورة الشهرية. يعني أنا بدي أقول لك دكتور إنه هو البنات والأولاد قبل البلوغ نسبة الصداع عندهم نفس الشيء، بمجرد ما يصير البلوغ يعني بتصير البنات بصير الصداع عندهم 3 مرات قد الأولاد، أو السيدات 3 مرات أكثر من الرجال. فعاد يعني الحقيقة إنه هو طبعا له علاقة بالهرمونات، وهو على فكرة مش هو هذه الحاجة مش التريجر الوحيد. هلا يعني مرض الشقيقة هو مرض جينيتيك، يعني هو له في سبب وراثي، يعني هو مرض وراثي، وسببه إنه بصير في توسع وعائي في الدماغ، وبصير في تنبيه لنظام العصب الخامس. العصب الخامس اللي هو احنا بنسميه ترايجيمينال نيرف، بصير في تنبيه بالضبط هو هذا. فعاد بصير في تنبيه، وبعدين في مادة معينة اسمها سي جي ار بي، يحدث تحفيز لهذه المادة خلال فترة مرض الشقيقة. وهذه المادة كتير مهمة وبدنا نتذكرها، لأنه هلأ في أدوية كتير يعني بتعمل تارجت للمادة هذه علشان تخفف من مرض الصداع الشقيقة. فعاد يعني هو هذا يعني انه بدنا يعني مهم انه احنا نعرف انه مرض وراثي. يعني مثلا ممكن انه تكون بنت عندها صداع، مامتها عندها صداع، خالتها، ممكن جدتها، ممكن انه بنتها في المستقبل يكون عندها مرض الشقيقة. فعاد هو له يعني it has a genetic origin. فعاد هذا الشيء مهم انه احنا لازم نعرفه. بس طبعا في مايجرين تريجرز، يعني هلا مثلا يعني في ناس اذا ناموا كتير هذا الاشي ممكن انه يسبب مرض الشقيقة، ممكن قلة النوم تسبب مرض الشقيقة، ممكن انه الاجهاد، ممكن الرياضة الكتيرة، ممكن الناس اللي بيشربوا ريد واين، الناس اللي بيدخنوا، الناس اللي بيشربوا قهوة كتير، ممكن كمان الناس اللي بياكلوا أكلات معينة. هلا البلو تشيز معروفة إنه ممكن إنها تجيب مرض الشقيقة، الشوكولاتة، الموز. لا يا دكتورة، لا يا دكتورة، لا شوكولاتة. شو الشوكولاتة. بس على فكرة هلا في نقطة كتير مهمة دكتور، لما بعالج المرضى من مرض الصداع النصفي
أنا عمري ما بقول ما بعطي المرضى الليستة هذه، لسبب إنه الليستة هذه ما بتسبب مرض الشقيقة في كل الناس اللي عندهم مرض الشقيقة. أنا دائما بقول للمريضة إنه اعملي لي هيديك دايري، أنا بدي أعرف شو اللي عم بجيب لك النوبات تبعت مرض الشقيقة، شو اللي بجيبها. فعاد لما أنا أعرف شو اللي بجيبها، فلنفرض إنه مثلا وحدة لتشاينيز فود بجيب لها المرض الشقيقة، بقولها ما تاكله، بس ما ضروري إنها هي تمتنع مثلا عن الشوكولاتة. صحيح، شفت يعني هلا الشوكولاتة يعني ممكن إنه بعض الناس ياخذوها ممكن يا نرحمها شوي. الحمد لله. هلا تغيرات الجو، التغيرات في الجو والضغط الجوي، يعني كثير في من الناس لما مثلا بصير تغيرات بالضغط الجوي ومطر واشياء زي هيك، كثير في من المرضى تبعوني بيزيد عندهم المرض. هلا بدي اقول انه صداع الشقيقة هو ابيسوديك، يعني هو بيروح وبيجي، بس اذا لم يتم معالجته بطريقة سليمة ممكن انه يتحول لكرونيك مايجرين. ومن تمام. مميزات الكرونيك مايجرين انه هو بيكون اكثر من 15 يوم بالشهر، اكثر من 6 ساعات باليوم. والحقيقة يعني تصور انه لما حد يكون في عنده مثلا المرض الشقيقة 15 يوم بالشهر ومش قادر انه هو تو فانكشن، او مش قادر لا يروح المدرسة ولا يروح الشغل، ولا اذا مثلا يعني ام مش قادرة تقعد مع اولادها، او ابو كمان مش قادر انه يدير باله من عيلته، يعني هذا شيء كتير صعب. It is really very disabling. يعني هذه هي اهمية مرض الشقيقة، ولازم انه يتم التعرف عليه. هلا اهم خطوه من خطوات العلاج هي التعارف، او انه احنا لازم نشخص المرض وبعد هيك بنقدر انه احنا نعالجه. يعني أتوقع إنه هذا دكتورة بشكل عام أي مرض في العالم عشان تقدر تعالجه لازم تعرف السبب، فإذا عرفت السبب بطل العجب زي ما لا، بيحكوا. لازم التشخيص، التشخيص كثير التشخيص مهم، مهم جدا يا التشخيص مهم جدا، علشان هيك لازم انه يعني المريض او المريضة اللي عندهم يعني الصداع، يعني الصداع ما حدا يقول لا اتس نورمال هيدك، يروحوا عند الدكتور يعرفوا شو اللي بالضبط مسبب هالشيء هذا وشو تشخيصه، يعني مهم جدا التشخيص. واضح واضح. إذن الأفضل يا دكتورة دائما يكون التشخيص من قبل أخصائي مختص بالهيدك والبين مانجمنت عشان يقدر يعطيك الـ زي ما بيحكوا الصح، أو تكسكلود إذا هذا كان سببه ثانوي أو أولي، يعرف هل هو شقيقة أو غير شقيقة، فأكيد هو راح يعطيك الـ زي ما بيحكوا المفتاح لبداية العلاج، لأنه العلاج بيسهل إذا عرفنا المرض. طيب وبعدين كمان يعني بنفس الوقت انه المريضة مع الطبيب او الطبيبة بيقدروا انه هم يتعرفوا على التريجرز، على الاشياء اللي هي عم بتسبب مثلا صداع الشقيقة. وكمان بنفس الوقت we have to make sure انه احنا we are excluding، يعني لازم نتأكد انه ما في سبب تاني مسبب الصداع هذا. هذا كتير مهم، يعني هذه من الأشياء وطرق التشخيص، إنه إحنا لازم نتأكد، لأنه ذكر الدكتور إنه كتير من الأمراض الأعراض تبعتها بتتشابه، نعم صحيح. فعاد يعني التشخيص بيكون كتير مهم في الحالة هذه. وبالتالي الطبيب حيطلب عدة أشياء، ممكن تكون سي تي زي ما حكيتي، ام ار اي، ممكن فحص سكري، فحص ضغط، فحص دم، فحص دم، كل كل هاي الأشياء. الأمور راح تكون أكيد من قبل الطبيب. طبعا خولة بتحكي إنه أدوية الصداع، يمكن أنت حكيت عن هذا الموضوع، من أخطر أدوية الصداع النصفي، من أخطر أدوية الصداع للأسف، وتؤدي إلى الإدمان كالمخدرات. هذا الكلام اللي مدام خولة بتقوله مظبوط، إذا كان إنه الأدوية اللي المريضة عم تاخدها مش يعني عم بتروح بتاخد أدوية من الـ over the counter، أو إنه مثلاً بتاخد opioids أو بتاخد منومات.
طبعا هذه أدوية جدا سيئة، وأنا ما بنصح فيها بالمرة. هلا يعني أنا بحب إنه أقول إنه بالنسبة لعلاج الصداع النصفي أو Yes. مرض الشقيقة، أول شيء إحنا قلنا أهم شيء إنه لازم نعرف شو السبب اللي بسببه، عشان هيك إحنا بنعمل هيديك دايري. الهيديك دايري كتير مهمة. وانس انه احنا عملنا الهيديك دايري، عرفنا شو اللي بسببه، بنقدر انه نمتنع على الشيء هذا، وممكن انه هذا لحاله يكون كافي. هلا فلنفرض انه ما عرفنا التريجر، او حتى انه لو بطلنا التريجر استيل بيجي الصداع، بنشوف هل الصداع هذا ابيسوديك او كرونيك. اذا كان ابيسوديك بيجي مره بالشهر، مرتين او ثلاثه بالشهر، في ادويه خصوصية للصداع، وهي أول دواء طلع يعني migraine specific medication طلع في 1992، وهو كان السوماتريبتان. وبعد هيك طلعت أدوية كثيرة من التريبتانز بعده، يعني ما بعرف بالنسبة للناس طبعا اللي بياخذوا الأدوية هذه، بدي أذكر منها بعضها. في سوماتريبتان اللي هو الإيمتريكس، في عندنا الزوميك، في ريلباكس، في أكزرت، في ماكسولت. هذه الأدوية هذه عبارة عن migraine specific medications، هذه ما بتنيم ولا تؤدي إلى الإدمان، بس يعني لازم إنه تنعطى الأدوية هذه عن طريق طبيب مختص، طبعا لأنه الأدوية هذه إلها contra indications. يعني من الكونترا انديكيشنز تبعتها مثلا ما فيني اعطيها لحد عنده مثلا كوروناري ارتري ديزيز، او عنده مثلا هيستوري اوف ستروك، او مثلا بياخذ انتي ديبريسانتس، لانه في مثلا خطر اسمه سيروتونين سيندروم بيكون مع الناس اللي بياخذوا انتي ديبريسانتس، مع انه ولا عمرنا شفناه، بس هو من الريسك فاكتورز. ما بقدر اعطيه لحد عنده كوروناري ارتري ديزيز، لانه هذه الادويه تسبب تضيق في الشرايين، او انه tightening of arteries، فعاد ما بقدر اعطيها لحد عنده coronary artery نفس disease. او مبدأ البيتا بلوكرز، صح دكتورة؟ لا، البيتا بلوكرز هذه حاجة تانية، احنا رح Perfect. نحكي على البيتا بلوكرز لما بدنا نحكي على prophylactic medications. Perfect. انا هلا عم بحكي على مريض او مريضة بيجيهم الصداع مرة بالشهر، مرتين او ثلاثة او اربعة، ما ضروري احطهم على البروفيلاكتيك ميديكيشنز، ما ضروري احطهم على ادويه مانعه. اوكي انا في هذه الحاله بحط المريض او المريضه على ادويه معالجه، والادويه المعالجه تبعت الصداع النصفي زي ما قالت الست خوله، هو انه ممكن يسببه الادمان، بس مش الادويه اللي انا هلا عم بحكي عنها، مش المايجرين سبيسيفيك ميديكيشنز. المايجرين سبيسيفيك ميديكيشنز لهم اخطار ثانيه، بس اذا انعطوا بطريقه صح. يعني اهم حاجه في اي علاج دكتور هو بيشنت سيلكشن. ما بقدر يعني ما في وان سايز فيتس اول، يعني مظبوط لازم انه احنا يكون في عندنا patient selection، انه يعني بنختار المريض على حسب التاريخ المرضي، وعلى حسب الاشياء الثانيه اللي موجوده عنده، على حسب عمره كمان. يعني مثلا ما بجيب مثلا ست عمرها 70 سنه وبعطيها الادويه هذه، لانه يعني بيكون في ريسك فاكتورز عندها مثلا للكوروناري ارتري ديزيز، ما بنفع اعطيها التريبتانز اللي انا بحكي عنها. هذه التريبتانز يعني بدت في 1992، هلا في سنه 2019 صار في عندنا نوع جديد من الادويه المعالجه اسمها سي جي ار بي انتاجونست، منها دوايين كثير مهمين اللي هم اليوبرالفي ونيورتاك، هذول ما بيسببوا تضيق في الشرايين. فعاد هلا بنقدر انه احنا نعالج المرضى تعون الصداع من غير ما يكون في خطر على الشرايين تبعهم، من غير ما انه يكون في خطر حتى اذا بياخذوا انتي ديبريسانتس معاهم، وبنفس الوقت انه بيعالجوا الصداع بطريقه سلسه جدا. والحلو في هذه الادويه انه هم بيشتغلوا على السبب الرئيسي للصداع هذا مهم بالضبط. فعاد يعني هذه الأدوية ما بتسبب الإدمان نهائياً، وبعدين إحنا ما بنعطيها بطريقة إنها تسبب الإدمان، سواء التريبتانز اللي أنا حكيت عنها اللي بدأت استعمالها في سنة 1992،
أو الـ CGRP antagonist اللي بدأ استعمالها في 2019. إحنا ما بنعطي المرضى الأدوية هذه أكثر من 8 مرات بالشهر، وكثير من المرضى ما بيحتاجوا 8 مرات هذه، فعاد هي ما بتسبب الإدمان. اللي بيسبب الإدمان لو إنه المريض بدل ما إنه هو يروح عند الدكتور وياخد migraine specific medication أو إنه علاج معين للصداع، بس للصداع النصفي، إنه يبدأ ياخد excedrin migraine، يبدأ ياخد كتير تايلونول، يبدأ ياخد مثلاً نوع من الأدوية اسمه فيوراسيت أند فيورينال، هذا في منومات اللي هو البيتال بيتال، وفي كمان مادة الكافيين، وفي مادة الأسبرين أو التايلونول، هذا very addicting لأنه في بيتال بيتال اللي هو يعني منوم، فطبعا هذا كتير خطر، وأنا ما بحب أحط المرضى عليه. أنا أوقات المرضى بيجوني عليه من دكاترة تانيين، بس أنا ما برضى أحط المرضى عليه هذا يعني. وطبعاً الإشي اللي كمان أنا ما بحب أحط المرضى عليه اللي هو الأوبيويدز، زي الفايكودين، زي النوركو، زي يعني كل الأوبيويدز هذه والناركوتكس هذه طبعاً تؤدي إلى الإدمان، تؤدي إلى إنه مثلاً المريض أو المريضة لو قطعوها بصير في withdrawal وبصير في أعراض انسحابية. ممكن إنه كمان إنه المريضة أو المريض يضلوا ياخذوا الأدوية هذه، ويعني كل ما ياخذوها بصير إنه لازم ياخذوها أكثر، وهذا اللي بنسميه تولرانس، وبصير في فيزيكال أدكشن وسايكولوجيكال أدكشن. أنا ما بنصح بالأدوية هذه بالمرة. هلا في مثلا الناس اللي عندهم صداعات يعني بتكون أكثر مثلا من 4 أو 5 مرات أو مثلاً 8 مرات أو أكثر، إحنا بنحط الناس المرضى هدول اللي عندهم صداع الشقيقة وبنسميه صداع الشقيقة مزمن، بنحطهم على أدوية مانعة. الأدوية المانعة بتنقسم لأقسام كثيرة، منها الأنتي ديبريسانس. إحنا في بعض المرضى بنحطهم على أنتي ديبريسانس بس مش عشان يتعالج الديبريشن، هي هذه الأنتي ديبريسانس معروفة إنه هي تعتبر من الأدوية المانعة للصداع، ومنها مثلاً دواء اسمه الأميتريبتالين، في مثلاً في البروزاك، في الزولوفت، منها يعني من ممكن السيمبالتا هذه، بس مجرد أسامي يعني أمثلة من الأنتي ديبريسانس. ممكن إنه نحط المرضى على blood pressure medication زي ما حضرتك تفضلت، مثلاً زي البيتا بلوكرز، زي الإندرال أو توبرول إكس إل، هدول ميتوبرولول، بنحط المرضى عليهم على أساس إنه هدول ممكن إنه يخففوا من حدة الصداع ومن عدد مرات الصداع. بالإضافة في عنا دواء كتير مشهور اسمه التوباماكس. التوباماكس هذا anti seizure medication، هو معمول ضد التشنجات بس هو FDA approved من الأدوية المانعة للصداع. هلأ كل الأدوية هذه اللي أنا حكيت عنها، الأدوية المانعة هذه أدوية مانعة ما انعملت للصداع خصوصي، هي إلها استعمالات أخرى، بس إحنا لقيناها إنه هي بتساعد في مرض الشقيقة، بتساعد إنه هي تمنع، ما بتمنع، هي بتخفف الحدة وبتخفف التكرار بس ما بتمنع تماما. يعني إحنا لقيناها إنه هي بتساعد إنه المرضى اللي عندهم chronic migraines ممكن إنه تخفف الأعراض تبعت المايغرين عندهم وتخفف التكرار. هلأ في أدوية تانية جديدة هذه خصوصي للمايغرين، برضو هدول بيشتغلوا على السي جي ار بي، وفي منهم كتير انواع، يعني في منهم 4 انواع، ما بدي ادوش الناس باسمائهم بس يعني هي هذه هي ابره، في 3 انواع منهم، ابره بتتاخذ كل شهر، وفي نوع واحد عباره عن انفيوجن بتاخذ مره كل 3 اشهر وبيمنع الصداع. هلأ هذه الأدوية عملت ثورة في عالم علاج مرض الشقيقة. صراحة أنا أول مرة بسمع عنهم دكتورة، مرة واحدة إبرة ممكن بالشهر وتشيل ما بتشيل دكتور، يعني حقيقي يعني بتمنى إنه يكون في إشي يشيل توتالي، بس هي بتخفف التكرار وبتخفف الحدة.
يعني بس ما إنه بتشيل تماما. اوكي هلا كمان في البوتوكس، البوتوكس احنا بنستعمل البوتوكس to reduce frequency and intensity، بقلل الحدة بتاعت المايجرين وبقلل كمان التكرار تبعه. هيك اكيد بدها حلقه دكتوره عن البوتوكس، معناها اذا بدك تحكي عن العلاج لازم نسوي بس حلقة. هذا على فكره هذا مش بوتوكس تجميلي، هذا بوتوكس علاجي. بنحكي عن العلاج بعدين رح نحكي عن التجميل. بس لانه انا بدي اقول لحضرتك انه هو البوتوكس العلاجي مختلف تماما، ومع الاسف بيجيني مرضى علشان التجميل، عشان البوتوكس التجميلي، وبقولوا لي عندي هنا يعني هيدك، وبدي بقول لهم لا الهيدك ما بتعالجش بالطريقة هذه. يعني لازم انه الناس يفصلوا بين البوتوكس التجميلي والبوتوكس العلاجي. وبعدين حتى يعني كمان في نقطة كتير مهمة انا حابة اني انا اذكرها، انه البوتوكس العلاجي اماكن الحقن تبعته مختلفة تماما، مختلفة. يعني البوتوكس التجميلي احنا بنحقنه مثلا هون وهون وهون، البوتوكس العلاجي عشان الهيدك بنحقن بالرقبة، بنحقن بالشولدرز، بنحقن يعني في الرأس، قريب من النيرف، في مؤخرة الرأس بالضبط. يعني فعاد يعني هذه يعني totally different. هلأ في أشياء تانية إحنا بنعملها كمان لعلاج مرض الشقيقة، اللي هي بنسميها occipital nerve block أو supraorbital nerve block. هذه عبارة عن nerve blocks بنعملها في أماكن معينة، زي ما حضرتك بتقول إنه إحنا بنلحق النيرفز وبنعملهم بلوك، وكتير من المرضى بيستفيدوا من الشيء هذا. وحكينا طبعا عن النيورو موديوليترز كمان. سؤال من ريم، يمكن احنا عم بنحكي كتير عن العلاج which is very important والطريقة كتير مهمة، وحكيتي شغلات كتير مهمة، بس ريم بتسأل هل في تغيير في نمط الحياة ممكن يساعد على العلاج أو تخفيف الصداع مثلا؟ أنا صحيح هذا الإشي، وبحييها لريم، عزيزتي ريم. أنا بدي أقول إنه هذا سؤال كتير مهم، وضروري جدا إنه إحنا نعرف إنه إحنا قبل ما نعطي أي علاج، قبل ما نعطي أي علاج بنبدأ بشيء اسمه هيدك دايري. هيدك دايري إحنا بدنا نعرف شو التريجرز تاعت الهيدك علشان نحاول إنه إحنا التريجرز هذه نتجنبها. إذا كان الستريس بنحاول نتجنب الستريس، إذا كان مثلاً إنه الاكتئاب بنحاول إنه إحنا نعالج الاكتئاب. هلأ في كتير يعني شيء بحب أحكي عنه، breathing techniques كتير ممكن يساعدوا، وبيوفيدباك. يعني ريم الحقيقة هذا سؤال كتير مهم، في بيوفيدباك ميكانيزمز ممكن إنه تساعد المرضى اللي عندهم مرض الشقيقة والصداع النصفي، ممكن كمان تساعد المرضى اللي عندهم الصداع التوتري. breathing techniques اللي هو deep breathing، وكمان biofeedback mechanisms. وعلى فكرة ممكن إني أنا أحط رابط لبعض يعني الطرق هذه على يعني على الحلقة تبعتنا. شكرا يا دكتورة. فعلا يعني حتى عندنا سمعت بعض الأكل، بعض أنواع التغذية غير اللي حكيتيهم طبعا أنت، اللي هم الشوكولاتة والكوفي والمنبهات، هاي اللي قد تسبب فعلا الصداع النصفي. ولكن في ناس كتير عندها مشاكل من أكل تاني مثلا، الأكلات المحفوظة، يس الجينيتيكلي موديفايد، الأكل المعلب، الأكل المصنع كتير يعني بروسيست فود. للأسف يعني هذا موضوع كبير، حتى الفود اندستري يعني إذا ندخل فيه راح يكون. النوم دكتورة، النوم هل له يعني تأثير على الصداع النفسي؟ هل زيادة النصفي زيادة النوم قلة النوم؟ وفي بعض الناس من قلة النوم بيجيهم الصداع النصفي، وفي بعض الناس من زيادة النوم بيجيهم الصداع النصفي. بس أنا كمان بدي أقول إنه ضروري جدا النوم السليم،
يعني حقيقي لازم نعمل حلقة عن النوم لحالها. إنه يعني زمان على فكرة لما ما كانوا بيعرفوا شو طريقة علاج الصداع، الستات مساكين كانوا بيجيهم الصداع وكانوا ما بقدر، مش عارفين شو يعملوا. الحل الوحيد كان النوم. يعني من مميزات الصداع النصفي إنه النوم بيساعده، من مميزاته انه في بعض الناس لما بيناموا، وهو من الاشياء اللي الناس بيعملوها اللي عندهم صداع نصفي، انه هم بيروحوا على دارك كوايت روم، بيروحوا على منطقه مظلمه وبنفس الوقت بتكون وعزل هادئه وعزل تام، عزل تام. انا في بعض المرضى على فكره لما بيجوني ما بقدر افتح النيون، يعني بشوف بكمل يعني بشوف المريض او المريضه والضوء مطفي، سيمي دارك يعني بتاعهم. سيمي دارك. واحنا هلا على فكره بنعمل كمان تيلي ميديسن، وكثير من الاحيان الناس اللي عندهم صداع بلاقي انه الاوضه عندهم توتالي بتكون يعني بتكون مظلمه لانه ما قادرين على النور. سؤالي الأخير يا دكتورة، كم يعني هو سؤال خطير ولكن أتوقع أنه مهم جدا، هل هناك ناس بيؤدي فيهم الصداع إلى الانتحار؟ هو مش الصداع النصفي، هو الصداع العنقودي، ممكن نحكي عنه في حلقة تانية. ممتاز. الصداع العنقودي من يعني من حسن الحظ، ويعني إنه هو مش منتشر قد الصداع النصفي، فعاد يعني هو في بعض الصداعات اللي تؤدي، يعني ان شاء الله يا ربي انه الناس انه يعني يقدروا يتعالجوا. هلا طبعا في علاجات جديدة، بس يعني احنا كمان بدنا نقول انه الانتحار مش حل لاي شيء. صحيح صحيح. بس يعني انا اللي بقوله انه هو الصداع هذا جدا سيء، يعني الصداع العنقودي الحقيقة ما في مجال نحكي عليه المرة هذه، لانه يعني كثير في شغلات ممكن انه نحكي، يعني في كثير اشياء ممكن نحكيها ان شاء الله في حلقة جديدة. شوفوا يا جماعة، أنا بوعدكم إن شاء الله الدكتورة نسرين تيجي معنا مرة ومرتين وثلاث. أنا حضرني أتصل فيها كل أسبوع، لا دكتورة جاية ولا لا، لأنه عندها معلومات كثيرة فعلا. اليوم كانت حلقة مميزة دكتورة، أبدعتي. أعتقد أن الجمهور كله يعني استفاد كثيرا من المعلومات اللي أعطيتينا إياها، مبسطة جميلة. إن شاء الله إنه حدا يستفيد منها ويتعالج إذا عنده أو يعرف حدا عنده الصداع النصفي أو الشقيقة. دكتورة أنا بدي أعطيكي آخر دقائق إذا بتحبي تحكي إشي نسيناه أو بتحبي توجهي رسالة للجمهور فيها. أهم شيء إنه ما في حاجة اسمها صداع طبيعي، ما في حاجة اسمها نورمال هيدك، يعني الناس لازم يعرفوا إنه الهيدك مش نورمال شو ما كان نوعه، سواء أولي أو ثانوي. الصداع مو طبيعي، ولازم إنه أي مريض بالصداع إنه يحاول إنه يشوف طبيب مختص بالصداع، وإنه يتشخص الصداع هذا ويتعالج بالطريقة السليمة. دكتورة أنا يعني باسمي شخصيا، باسم كنار تي في، باسم جميع المشاهدين اللي كانوا معنا اليوم، سواء اللي كتبوا أو علقوا أو سألوا، بنشكرك من صميم قلبنا على الوقت اللي أعطيتينا إياه. أنا عارف قديش أنت بيزي، قديش اليوم غيرتي مواعيد بسبب هذه الحلقة، وإحنا يعني ممنونين إليك، لأنه إن شاء الله في كل شيء عملتي لنا إياه في فايدة يرجع عليك إن شاء الله من الله. شكراً دكتور، شكراً شكراً. بالفائدة. قناة كنار صوت العرب من كندا بيفتخر بدكتورة زيك، ما شاء الله خبرة وعلم وأبحاث، فمشكورة شكر جزيل. حاب أذكركم إن شاء الله في حلقات يوم غدا الساعة 5 حيكون عندنا حلقة عن هجرة رجال الأعمال مع الدكتور عمر حايك. الساعة 7 حيكون برنامج مميز زي دايما مع جمال الحياة مع ريم، تابعوه أكيد حتستفيدوا في شغلات كتير حتحكيها بكرة. والساعة 9 هيكون عندنا مقهى كنار لايف مع ضيفين مميزين، فنان من مونتريال وشخصية رائعة قدمت الكثير لكندا،
مع أنها قادمة جديدة، لكن لنا الفخر إنه نحكي عنه من هاليفاكس. فإن شاء الله لازم نقدر نكون معكم غدا. تابعونا، وإلى اللقاء في حلقة أخرى من جمال الصحة.